كله حيميل ده. لا 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 لا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، رجعناكم في حلقة جديدة من البروفلز. تتذكروا الجيم طبعا، فكرته بكل بساطة ان تروح للجهة الثانية وتستحمل اوتش يا طبع امنا في الارضية. لازم نوصل للجهة الثانية سريع سريع. لا 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 يا ساتر. لا لا استنى شوي احسن. وصلنا. يا شوف التراب هذا. وين ذا؟ لا 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 كده ما ينفع. اضربوا هذا البروكلي. جينا نحفل كيف لفل في مين يا سر. تعال تعال يا معلم. تعال جيتك انا جيت. شش. يلا حقير ما لحقت اتقتله، عشان كذا لازم نمر براوند ثاني. يا الله كل هذا الطحن خلاط. حقير شوف شكله اصلا كيف تحسه حقير. حيحطنا دحين في جيم مو صعب عشان ما نرجع نوصل له. طبعا زي كذا يحطك في مراحل لين ما تقتله، يعني لين ما تخلص البور تبعه. يا الله ايش المرحلة هذه. خلاص عين باقي 16 نفر. الحاج لا تحرك كل هذه. والله يا بهدل ما اشوف انا حنوصل كذا لحالي اسرع. شوف اللي بعد ما وصلت. لا لا تكفى
تكفى. اوه الحق 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 الحق. يا سلام. واو على خير. كيف شكله هذا؟ كيف آخ ما لحقنا نقتله برضو. المهم انه ما دخلنا الخلاط، هذا اهم شيء. الحمد لله. وين جلزار؟ لسه فوق على اليمين، هو البرقراي ده، هذا البروكلي الحقير. ايش دحين يا اخي؟ كل ما لا تصعب هذي. باقي عشان شوف الحيوان السواق جوا سواق القطار ذا البرقي. كيف تحين المرحلة هذي؟ يا اخي حظنا ما تحركت. يلا يلا شباب، يلا يلا شباب. ايش هنا؟ والله ماني عارف ايش الهرجه، بس يلا نزلنا. يا اخي لا تدفدفوا يا اخي، ايش هذا؟ اوف. طيب وبعدين اخرتها؟ والله هذه المرحلة شكلنا حنتبهدل فيها. لا 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 والله قلق، والله مرة صعبة. ايش هذا يا اخي؟ روح انقلع الدفدفنا انت، اشتغلنا ده. هاي شوف لك. مرة صعبة المرحلة هذي. يلا طفي. لا هو والله هاي شوف لا من اخر واحد باقي. وش هذا؟ لا خلطونا خلونا الخلاط، اخذنا الخلاط، البرجر من الخلاط. بنكمل صراحه لانه تخلطنا المره الاخيره، فلازم نفوز. ما ينفع نخش الخلاط، لازم نوصل للنهاية. بس انتوا يا شباب يا اخي كل واحد لحاله، وان شاء الله امورنا تمام ان شاء الله. ايوه كل واحد يمشي في امان الله كده. تكفون يا شباب. هيا خذ لك يا اخي امتحان. والله قطع تقطيع. ايه ما حبك تشتغل الا لما قربت منها.
زحمة 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 يا دنيا زحمة زحمة. لا 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 يلا باقي شوية باقي شوية. هيا والله نتفخ وين ده لاش تنتفخ يا هو اتنتفخ في البروكلي مو فيها. ايوه تعال تعال شوف شو العفو ماك يا سلام هات البروكلي خلاص انت ضربوا فين قاعدين ما في يا شباب بالهداوة 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 هداوة حلوة. شكله لازم ننتظر هذاك الأخ اللي لسه يلعب. في هذا واحد باقي في عيني ما أعرف عدي. والله وصل الحمد لله. باقي أحد هنا لسه في. شوف الأخوان هنا لسه شكله رهيب ويلعب لحاله. هذا يعني طاح. أكمل هذا يلا باقي لي 24 ثانية. أنا ناساية يلا أنا أمشي باقي 10 ثواني. شوف ذاك ما وصل باقي له 8 ثواني. إيش ما يدخل 4 ثواني أدخل ودخل المعفن في آخر ثانية. مين دخل الخلاط؟ والله خلط كثير. شكلها صعبة دي. ما بعين كيف هذه؟ خليل نفسها مرينا عليها اعتقد. ايوه هذه المرحلة نفسها اللي خسرناها اخر مرة. كله حيميل ده. لا 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 حرام عليكم. لازم يا شباب لازم تمشوا في جهة واحدة. لا تضربوا خليني لا تدفتوا لا تدفتوا يا هو لا 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 يا سلام. حلو كويس الضربة هذه. ايش هنا دحين ده كهرباء ولا ايش الهرجة؟ ايش هذا؟ لا 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 الحمد لله فزنا. خلاص ما في بروكلي الا في هناك هو. شوف المعفن مليان دوره. تعالوا هنا يا شباب في بروكلي في بروكلي يبغى ضرب. يلا يا شباب يلا يلا احشروه احشروه. طيحناه تحت. يلا يا سلام. شوف قاعد يحط ترابات كيف. يا معفن يا معفن يا معفن. شوف مين حط ده يا حقير. يا ابوي انت حرك وايش قاعدين تضاربوا دول هنا الحالة تضاربوا مع مع البروكلي مو ذا. ايوه شوف هو جاي 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 يا سلام. ايوه ايوه شوف حقير اخي تحسه لاعب.
لا يا هو لا تضربون اضرب البروكر الحقير ذا البروكر. حلو ارجعوا له في البداية خلاص لسه باقي 10 ثواني سريع. شوف الحقير كيف جالس مستني عارف ان الوقت مخلص. حقير اجيك الراوند اللي بعده ان شاء الله. يا الله شكلهم كثير انخلطوا. واو البقي 9 عصير مشكل. ايش المفروض الحين كذا نضرب بعض يعني ولا ايش بالضبط ولا ايش الهرجة؟ مليان فاز حقير فاز علينا. يضحك علينا كمان كل حقير. نجيك مرة ثانية لازم نفوز عليك. جيم لذيذ صراحة ممتع. إن شاء الله يكون عجبكم. أشوفكم في حلقات أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسونا بالله من الدعم، لايك شير سبسكرايب اللي تقدر عليه. كل شيء منكم حلو إن شاء الله.